الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى أصحاب آل بيته وأصحابه ومن اهتدى بهداه. حكى لي أحد الإخوة موقفا حصل له وولده في المسجد. يقول: خرجت مع ولدي إلى المسجد حتى أعلم ولدي أن يعتاد الخروج إلى المسجد للصلاة. يقول: فالولد مع صغر السن لعب قليل أو أحدث صوت، فلما انتهت الصلاة قام أحد المصلين فضربه، لطمه كف على وجهه. فيقول: سبحان الله، ولدي هذا بقيت معه أشهر طويلة وأنا أريد أن أعيد إلى المسجد، ولكنه كره المسجد بسبب تصرف هذا الإنسان. وهذه سبحان الله مسألة عجيبة. السبب الرئيسي في هذا ما هو؟ السبب الرئيسي عدم معرفة أخلاق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. هل أحد أغير على دين الله من رسول الله؟ هو صاحب الشريعة، هو أكثر الناس يغار على الدين، لكن ليس هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الصبية الصغيرة، البنت الطفلة، بنت أحد بناته، دخلت المسجد ورسول الله يصلي، فصعدت على ظهره وهو ساجد، وبقي ساجد أطال السجود، حتى أن بعض المصلين ظنوا أن رسول الله ربما قبض. صار الناس يتغمزون، يرفعون من السجود قليلا، يتأكدون، فيجدون البنت راكبة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بنتي ارتحلتني، ما أحببت أن أزعجها. مرة من المرات وهو يخطب على المنبر، والمنبر هذا أعني له قدسية في يوم الجمعة، وهذا رسول الله وهؤلاء الصحابة وهذا مسجد رسول الله، هل هناك موقف أعظم هيبة من هذا؟ جاء الحسن والحسين صبيان يلعبان، وكان لما دخلا وقف رسول الله من خطبته ونزل من المسجد من المنبر وراح يمشي، وأخذ الصبيين وجلسهم وهدأ من روعهم وصعد إلى المنبر فأكمل خطبته. ماذا نقص في قدر رسول الله؟ أسأل سؤال: لو أن اليوم خطيب من الخطباء فعل مثل هذا الفعل، أنه ترك المنبر لأجل أن يسكت صبيا أو لأجل أن يجبر خاطر رجل شايب كبير يأخذ في يده ثم ذهب يرجع إلى المنبر، ربما نحن نسفه عقله، قل إيش هذا؟ كيف هذا الرجل يخرج من المنبر فيتركه لأجل فلان أو لأجل فلان؟ هذا يا جماعة رسول الله كانت حياته لينة هينة، صدق الله فيه لما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا اللين وهذه الرحمة وهذا الصفاء وهذا التبسط للناس، نحن اليوم في أمس الحاجة إليه. الناس ما دخلوا في دين الله أفواجا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بسبب الحجج العقلية، إنما أخلاق رسول الله اتسعت لهم. لهذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم طلاقة الوجه وحسن الخلق. لا يستطيع الإنسان أن يتسع للناس بالفلوس والمال، تشتري بالمال ما تشتري، بالجاه، بالحكم، بالقوة، بالغلبة، لكن حسن الأخلاق هو الذي يملك القلوب. ولهذا ملك رسول الله قلوبنا وقلوب الأمة، وأسر القلوب بحبه بسعة أخلاقه وصدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير، قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر، جاء بها خير البشر، جاء